خليك انت ضيع وقتك في الفرجة على شوية عيال بتجري ورا حتة جلد ومبتستفدش حاجة من والدتك، والدك أو أي حد قريبك. لو كنت بمجالين الكورة فأنت أكيد سمعت الجملة دي قبل كده ولو مرة واحدة، بس يا ترى هي حقيقية؟ سواء الكورة أو أي حاجة في الدنيا ما ينفعش تكون هي لوحديها محور حياتك، لكن الأكيد كمان إن مجالين الكورة بيستفيدوا حاجات منها كتير. لو أنت شغال في مجال الكورة فدي شغلتك اللي أكيد بتستفيد منها، لو أنت مشجع لفريق كورة فأكيد أنت بتفرح وتزعل مع كل نتيجة ليه، ده طبيعي، لكن كمان في استفادات تانية كتير لمجانين الكورة. زي إيه؟ أي شخص عادي متوسط الثقافة ممكن جدا يتلخبط بين أعلام هولندا وباراغواي أو كرواتيا ولوكسمبورغ، مش هيعرف لوكسمبورغ أصلا، لكن مجانين الكورة حافظين أعلام منتخباتهم المفضلة وكل منافسينهم صم. حفظك لأعلام الدول هيزيد كمان لو كنت من عشاق لعبة فيفا. تعرف عاصمة كازاخستان؟ لو مالكش في الكورة غالباً لأ، لكن لو متابع جيد لدوري أبطال أوروبا هتعرف إن أستانا كان أول نادي كازاخي يلعب في البطولة سنة 2015، واللي مواجهته بتجبر أندية أوروبا الكبرى تسافر لقارة آسيا. لو مالكش في الكورة غالباً برضو مش هتعرف يعني إيه سوازيلاند، ولو عارف إنها بلد مش واحد غلطان في اسم سويسرا فمش هتعرف إن اتغير اسمها الإسواتيني في 2018، إلا لو تابعت ماتشهم مع منتخب مصر في التصفيات. كتير مننا ما يعرفش غير عربي وشوية إنجليزي، لكن مجانين الكورة لو حتى يدوب بيفك الخط ممكن جدا تلاقيهم بيرددوا جمل فرنساوي أو برتغالي أو إيطالي. ما تستغربش لو لقيت مشجع لإيطاليا جنبك بيقول ستوريا دين جراندي أموري أو جرادزي راجازي، أو مشجع لريال مدريد أو أسبانيا عارف يعني إيه جولادور. لو أنت مش سياسي ولا مؤرخ أو مدرس تاريخ فالنسبة الأكبر أنك ما تعرفش عداوة أرمينيا مع أذربيجان أو ألمانيا مع هولندا والنمسا، لكن مجنون الكورة اللي مفوتش مبارياتهم عارف من معلق كان محضر كويس للماتش. واخيرا لو انت مجنون كرة زينا بص لاصحابك القريبين، غالبا هتكون عرفت معظمهم من ماتش كوره.